والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم أن نلقاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربنا رحمةً للعالمين. فاجتهد صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين وفي جهاد الكفار والمنافقين، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، رسم الإسلام لأتباعه منهجا متكاملا لبناء الإنسان على أسس سليمة وقواعد ثابتة من الحق والخير والإحسان. ففي فعل أوامر الكتاب والسنة، وفي اجتناب ما نهت عنه، ضمان لسلامة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. والناس حيال تلك الأوامر والنواهي على تفاوت كبير في الالتزام بها والاستجابة لها. هذا التفاوت كله في الدنيا، وهم في الآخرة كذلك درجات متفاوتة وحظوظ متباينة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة درجات، وأهل النار دركات، وشتان ما بين الدنيا والآخرة، وما بين النار والجنة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، مرض من الأمراض شاع وذاع، وهو يشيع ويذيع كلما استجدت الوسائل وتطورت. فعن أي عيب أتحدث؟ وعن أي رذيلة أتكلم؟ غيبة، كذب، ظلم، اعتداء، بهتان، نعم، كل ذلك وغيره يتم عبر الشبكة العنكبوتية، في المواقع والمنتديات، في الفيسبوك والتويتر وما جرى مجراها. ونصوص الكتاب والسنة متكاثرة على ذم تلك الجرائم في غير ما موضع من كتاب الله جل وعلا،
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مقترف الكذب والبهتان، لكن من يقترف الكذب والبهتان والظلم والاعتداء يكابرون في قبول تلك الأوامر والنواهي، ويكابرون في الإذعان لها. وأي ضلال، ضلال من ضل عن الحق الذي كان من شأنه أن يهتدي إليه بعلمه وفهمه ودينه وتقواه، بل على أقل تقدير بعقله وضميره ومروءته. دقق النظر في مجتمعنا المبارك بعيداً عن هذه الوسائل، أعني الشبكة العنكبوتية وما تحويه من مواقع ومنتديات، وفيسبوك وتويتر وما جرى مجراها، ترى في الغالب الأعم إذا نظرت إلى المجتمع المحافظ المبارك بعيداً عن هذه الوسائل، ترى في الغالب الأعم الأخلاق الرفيعة والخصال الحميدة، مجتمع بفضل الله يحمل في طياته الخير، وترى في أكثر أفراده أسمى النماذج والمثل الأمثل للفرد المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ارجع البصر في الشبكة العنكبوتية، في تلك المواقع والمظاهر والوسائل، ترى ماذا؟ ينقلب إليك البصر بصورة تمثل النقيض التام لتعاليم الإسلام وآداب الدين. وإنه مهما نفخ أولئك المعتدون ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، مهما نفخوا عبر تلك الوسائل كي يطفئوا مصباح المجتمع المضيء أو يضعفوا ضوءه، مهما نفخوا فسيظل نوره وضوءه بإذن الله باسطاً سلطانه على آفاق المجتمع. وقوده أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله رعوها، ممن يرجون لله وقارا، وسيظلون ويبلغون بإذن الله بهذا النور تمامه وكماله، ولو كره الأفاكون. بل وسيظل ذلك النور سيظل ساطعا في أعينهم، أعني أولئك الخفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، أصبحت مثل سحى الظلام أنيسها ليل الدجى ويروعهن النور. إن من يتاجر بإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وبتتبع عورات المسلمين، وبالكذب والبهتان، فلا شك أن تجارته خاسرة وصفقته غير رابحة، فلا تنجيه من عذاب الله، بل ستلقيه في التهلكة عاجلا أو آجلا. لقد بلغ أولئك في السفاهة غايتها، وركبوا من الظلم والبهتان والإفك والضلال أوعر مطاياه وألأمها، فهم والحالة هذه أبعد ما يكونون من تعاليم الإسلام وآدابه، بل كلما سمعوا تلك التعاليم ازدادوا منها فرارا، وازدادوا منها بعدا، وازدادوا قربا من موقع الخطر الذي تحذرهم منه. المؤمن الحق الذي ينظر لنصوص الكتاب والسنة على أنها أوامر ونواهي يجب الالتزام بها والوقوف عند حدودها وعدم تجاوزها، فهي صادرة من رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب،
لكن ناقص الإيمان أو فاقده تمر عليه تلك التعاليم مرور الكرام ولا يلقي لها أي بال. فمن هذا شأنه وتلك حالته؟ ما الذي تحمله نفسه لإخوانه المسلمين؟ وهل له أن يعرف الداء الخبيث المتمكن منه؟ وهل له أن يعلم قدر الجرم الذي وقع فيه والبلاء الذي تلطخ به؟ إن كتابته فوق أنها جريمة وشنيعة، إلا أنها أيضا مصدر عدوى تذيع الكذب والبهتان وتنشره في الآفاق، فيبوء بإثم من نقل وعلق وقال وصدق، فهو سن هذه السنة السيئة وزرع تلك الجوثومة الخطرة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، غالب ما يكتب في الإنترنت بجميع أنواعه وأشكاله ومظاهره ووسائله أبلغ شاهد على هذه الظاهرة المؤسفة، بل وتكشف في صورة عملية عما في بعض الناس من جانب شر، وإنه حين تنتكس طبيعته ويغتال جانب الشر فيه جانب الخير يتحول إلى شيطان رجيم تعوذ منه الشياطين أو تتلمذ عليه. وإن هذا الإنسان الشيطاني يبدو على أتم صورته المنكوسة تلك في مجتمع الفضيلة، في مجتمع الفضيلة كما يبدو ذلك الإنسان على صورة مجسدة في كثير من أهل الشر الذين آذوا المسلمين وفتنوا المؤمنين وكادوا لهم أعظم الكيد، فلم يدعوا وسيلة يتوصلون بها إلى إيذائهم إلا سلكوها وتواصوا بها واجتمعوا عليها. لقد صارت تلك الوسائل شؤماً وبلاءً عليهم، وعزلتهم عن أخلاق المجتمع الإنساني، وعزلتهم عن أخلاق المجتمع الإسلامي بل والإنساني، وأقامتهم في هذه الحياة مقاماً مضطرباً، لا يلقون عباد الله ولا يلقون المسلمين إلا على عدوان وبغضاء وجفاء. اللهم سلم ألسنتنا وأيدينا من الولوغ في أعراض المسلمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، ليس كل ما يرد في الشبكة العنكبوتية هو شر محض، بل هناك خير وبر. ولا أحد ينكر أن في الشبكة العنكبوتية بأشكالها وصورها ومظاهرها صورة للخير تنبت في منابت الشر، صورة للخير ينبت في منابت الشر ويطلع ثمره الطيب من بين وسط هذا اللهب المتضرم. فمن عالم الشبكة العنكبوتية العاصف بالشرور المحرقة والاتهامات الباطلة والأكاذيب والإفك تهب تلك الأنسام المنعشة والكلمات الطيبة التي تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والتي يسطرها ويكتبها ويدونها ناس باطنهم كظاهرهم، سرهم كعلانيتهم،
حين يخلون بأنفسهم يستحضرون عظمة الله ومراقبته، يستحضرون أن الكلمة التي سيكتبونها ويدونونها سيحاسبون عليها إن خيرا وإن شرا. والواجب على المسلم أن يتقي الله في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر وفي الحب والكره، وإن عليه إن سلم من بث الكذب والبهتان والإفك والضلال وتتبع عورات المسلمين وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين، عليه أيضا ألا يلتفت إلى كذب الكذابين وعدوان المعتدين وبهتان الظالمين، وألا يحفل بما يثرثرون به من لغو وهذغ، ليسلم له دينه وليسلم من الحساب والعقاب. كما عليه ألا يتبع خطو غيره ويسير وراءه، أولا يكون إمعه يتبع كل ناعق ويجري وراء كل داع دون أن يكون له رأي فيما يعمل ويقول وفق الكتاب والسنة. فإن فعل ذلك فقد عطل مدركاته واعتدى بنفسه على نفسه وإنسانيته بحرمانها من حقها في أن تكون مستقلة بذاتها لها رأيها وكيانها. أيها المسلمون، سيسأل الجميع عن تلك الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسأل الجميع عن تلك الجوارح وهذه القوة التي أمدهم الله بها ليتعرفوا بها إلى الحق والخير، فإنهم عطلوها أو وجهوها إلى وجوه الشر والفساد كانوا مسؤولين عنها محاسبين على تفريطهم أو إفراطهم فيها. والمحمود من الإنسان أن يأخذ طريقاً وسطاً فيستعمل جوارحه وقواه وملكاته بحكمة واعتدال، وأن تكون في نصر الدين ونصر إخوانه المسلمين لا لإيذائهم والحرب والتطاول عليهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله، قد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم اخصص من بينهم إخواننا في سوريا، اللهم فرج لهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغيتهم بشار، اللهم عليك بطاغيتهم بشار، اللهم اقلب صحته سقما
عافيته مرضا وجاهه ذلا. اللهم أمكنه من رقبته عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تأمره بالخير وتدله عليه، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد أخلاقنا، اللهم من أراد نساءنا وبناتنا وشبابنا، اللهم من أراد أمننا واستقرارنا، اللهم من أراد ذلك كله بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأجر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم اكشف ستره وافضح سره، وأمكن منه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من عنت له الوجوه، اجتمعنا في مكان طاهر في يوم عظيم وشريف، نسألك أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، وتشفي بها مرضنا ومرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا ومرضى المسلمين. اللهم انزل علينا وعليهم لباس الصحة، اللهم البسنا وإياهم لباس الصحة والعافية، وامسح علينا وعليهم بيدك الشافية الكافية يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا واغننا، اللهم اسقنا واغننا، اللهم اسقنا واغننا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير تسقي به العباد، تجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أيضكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله